لا يا ابني ما تتعبش نفسك، انا هدخل اشرب من المطبخ. لا لا تشرب من المطبخ ايه عادل، ما تقوم تجيب حاجه لابوك ايه، خليه يشرب. يلا يلا قوم يا عادل، قوم يا عادل. حاضر خلاص حاضر يا عم، انا جعان وعايز اكل من ايدك. وطي صوتك. وطي صوتي ليه؟ ايوه انا حضرت الاكل كله النهارده ومش قايل له، عامل له مفاجاه. مفاجاه ايه بس؟ اذا كان ريحه الاكل مغرقه الشارع، فكرك ان عادل مش عارف؟ اكيد عارف، هو اللي عامل لك المفاجاه. تصور فعلا ممكن، وعشان كده النهارده الصبح قال لي ما تطلبش مني حاجه خالص النهارده، عشان عارف ان انا اللي محضر الاكل. لكن عموما انا عامل مقلب وهكمل المقلب للاخر. صدقني ملوش لازمه المقلب، انا رايي ان انت تخش تحضر لنا الاكل وسيبك من المقالب خالص. انا هحضر لك الاكل ما تقلقش خالص. تسلم ايدك. دقايق بس ماشي. هدخل مطبخ واجيلك. المايه هي يا بابا. لا شكرا، انا هدخل اشرب من المطبخ عشان عايز حاجه من جوه، لما اجي نبقى نتكلم في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. ماشي. الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه، انا نفسي اعرف انتوا كل ده بتتوشوشوا في ايه بالظبط؟ مفيش وشوشه ولا حاجه، ده بيكلمني على اللقمه الحلوه اللي هناكلها النهارده. كلمك على اللقمه ازاي اذا كان هو ما يعرفش انا طالب ايه؟ انا اللي طالب الاكل. انت اللي طالب الاكل؟ اه. طلبت اكل ايه؟ ابوك عامل اكل كتير جوه. نعم، ابويا عامل اكل؟ ايوه عامل اكل كتير جوه. وما قالكش؟ طب الحق بقى كنسل الاوردر بقى، اتصل بالمطعم عشان يلغي. انا شايف ريحه من بدري، بس قلت اكيد دي جايه من عند الجيران. ما اكيد من عند الجيران ايه؟ انت بتقول ايه؟ عم استنى بس احاول اكلم المطعم، يمكن ما يكونش لسه عمل الاكل. طب يلا عم سعفان هيزعل مننا. ها؟ عم سعفان هيزعل مننا. طب انا اعمل ايه؟ طيب اكنسل ازاي بس؟ ما انا اكلمهم دلوقتي اقول لهم انتوا ما عملتوش الاكل، لو ما عملوهوش ماشي، انما لو عملوه هعمل ايه انا بقى؟ جرب بس كده. ده شكله اتعمل ووصل كمان. طب بقول لك ايه؟ وزعوا واعمل اي حاجه يعني، الراجل هيزعل مننا بقول لك. طب انت بس اشغل بابا لحد ما انا احاول اتصرف مع اللي بره ده. ايوه حاضر، اديني جاي اهو. يلا يا مادي ابني إيه؟ الاكل جاهز، هتبقى حته مفاجاه. انا عارف مفاجاه جامده. انا عارف. طبعا ثانيه واحده بس. رايح فين ده؟ سلام عليكم. مين العبقري اللي طابخ الطبيخ ده؟ قولوا لي. رغم انك هتفسد عليا المفاجاه الا اني بشكرك جدا. يو ار يس very congratulations many thanks many very good plays and good كلوز. اوكي. رغم ان احنا بنتكلم في الميديوم، مش عايز حد يسمعنا واحنا في اللونج. انا اساسا شميت الريحه وقلت لازم اجي واهنيك، وعلى الاقل ندوق حاجه من اكلك. حته كبده، حته فشه، حته بمبار، حته جبنه. وبستاذنك اسيب الحاجات دي هنا لان الموتوسيكل بتاعي يعني العجله بتاعته يعني اتخرمت وعايزه تتنفخ، فيا ريت 10 جنيه انفخ العجله الثانيه. مين انت اساسا؟ ده ايوه ده انا نادر ديليفري بتاع الفرامل اللي قلت لك عليها المشهد قبل اللي فات. ولا نقطع المشهد يعني ونجيب بداله كاتشب ولا ايه؟